بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم ومرحبا في الدرس 20 من كورس الـ VMware View 5.1. ده درسنا الأخير من كورس الـ VMware View. درسنا طبعا اتعلمنا في كل الدروس اللي فاتت من أول الـ Introduction VMware View والـLab Setup والـ Component الخاصة بالـ VMware View والـ Installations الخاصة بالسيرفرات والبولز بأنواعها والكويكوس مود والداتابيز والمونيتورنج والترابل شوتنج وغيرها. ده الدرس العشرين. عدينا طبعا برحلة طويلة من الدروس والمواضيع والتوبكس والتريكسات والتريكس، وشوفنا بعض الادفانسد اوبشنز وشوفنا حاجات كتير قوي عنها. لكن الموضوع طبعا في موير فيو ما انتهاش عند النقطة دي. طبعا في بعض الناس عاوزة تكمل في VMware View، في بعض الناس طبعا اول حاجه بتيجي في دماغها ان هي عاوزه تاخد سيرتيفيكيشنز الخاصه بال VMware View. طبعا شركه VMware عندها اكثر من امتحان خاص بالشهادات بتاعتها، في امتحانات خاصه بال VSphere اللي هي VCP، وفي امتحانات خاصه ببرنامج VMware View. عندنا حاليا في 3 امتحانات، لكن هم طبعا اشهر امتحانين فيهم اللي هو VCA داش دي تي. ده اي واحد عاوز يبدأ ياخد سيرتيفيكيشنز خاصة بالـ VMware View هياخد امتحان اسمه VCA اللي هو الـ Virtual Certification Associate داش Desktop. ده امتحان يعني يعتبر اول ليفل او انتري ليفل لاي شخص عاوز يدخل مجال الـ VMware View. عندنا الامتحان ده عشان تقدر تخشه، هو مش لازم اجباري ان تاخد كورس، لكن لازم تدرس الكورسات ديت او تبقى عندك اكسبيرينس على الاقل ايه محتوى الكورسات ديت وتقدر تتعامل معاها. في عندك كذا كورس ممكن تستخدمه في عمليه الاعداد للامتحان ده، اللي هو الفي ام وير فيو ديسكتوب فاست تراك او الفي ام وير انستليشن اند كونفيجريشن. ولو عاوز تاخد معلومات ابتدائيه كده في كورس ايفنت مينترز عندنا. بعد ما تاخد اي كورس من الكورسات ديت وتاخد اكسبيرينس في الشغل بتاعك وتطبق الكلام ده عملي، ممكن تخش الامتحان اللي هو الفي سي اي داش دي تي. الامتحان ده مدته ساعه ونص وبيبقى عباره عن 70 سؤال، ودرجه النجاح عباره عن 300 من 500، يعني مقارب 60 او 70% عندنا عشان تقدر تنجح عندك. في بقى لو عاوز ادفانسد شويه خلاص بقيت تقدر استوعبت الفي سي اي وشفت الفونتمنتالز وشفت الاول انتر ليفل وعاوز تبقى بروفيشنال في مجال الفي دي اي تكنولوجي، هتحتاج ان انت تاخد كورس الفي سي بي اللي هو الخاص بالفي سفير، وبعد كده تاخد كورس اللي هو الفي سي بي داش دي تي اللي هو فيرتشوال سيرتيفيكيشن بروفيشنال داش دي تي. ده عند اول ليفل. ده الليفل الثاني. لكن الليفل الثاني عشان تاخده يا جماعه، بالاضافه ان انت لازم تاخد الفي سي اي، لازم تاخد الفي سي بي. الفي سي بي اللي بقصد بيها اللي هي تقدر سيرتيفيكيشن في الفي سفير اللي هو الفي ام وير في سفير الاس اكس اي. الفيرجنز حتى في عندنا فيرجن 4 وفيرجن 5، الكورس ده نزل منه فيرجن 5، لكن الفي سي اي حتى الان لسه فيرجن 4 هو اللي شغال اللي هو 4.5، لكن فيرجن 5 بقت في مرحله البيتا وهيظهر قريب عندنا في البابليك. فده ما بتحتاجش كورسات فيه او ما بتحتاجش تاخد امتحانات قبله، لكن ده عشان اقدر اخده لازم اخد الفي سي اي، بالاضافه اخد الفي سي بي الخاصه بالفي ام وير فيو عندي. ده عشان الناس اللي بتسال ايه الكورسات او ايه الامتحانات اللي انا عاوز محتاجها عشان اقدر احصل على شهاده سيرتيفيكيشن معتمده من شركه في ام وير. يعيب شركه في ام وير في الكورسات بتاعتها، لو عاوز تاخد كورس في سنتر معين او في مكان معتمد ان الاسعار بتاعتهم مرتفعه جدا عندنا سواء في الدول العربيه او سواء في مصر تحديدا، فعشان كده ما بيقبلش عليها الناس تاخد كورسات تريننج في اماكن معتمده لان بيبقى كورساتها غاليه جدا جدا عندنا. طيب ده بالنسبه للناس اللي عاوزه تاخد كورسات الفي ام وير فيو، تاخد الامتحانات بتاعتها. الامتحانات دي يا جماعه كلها مالتي تشويز، وبتقدر تعمل ريجستريشن في التستنج سنتر الخاصه بفيو مش بروميتريك. كل الامتحانات في فيو فقط الخاصه بشركه في ام وير. طب النقطة التانية، لو أنا عاوز أتعلم ريسورس أكتر أو أجيب كتب معينة أو حاجة، شركة في ام وير الجزء الخاص بمنتج الفيو لو اللينك ده فتحناه هيدخلك على الجزء الخاص بشركة في ام وير والجزء الخاص بشركة بمنتج في ام وير فيو.
ده هيقدم لك نسخة تريال من الابليكيشنز بالإضافة لعشرات الكتب الريسورس الخاصة بشركة في ام وير الخاصة بالفيو تحديدا. المنتج ده هيديك كتب خاصة بالادمنستريشن والسيكيورتي والبوليسي والكوماند لاين وغيرها. يعني اي حد عاوز يدرس الكورس ده فعليا مش محتاج ان هو يشتري كتب، لكن كفاية جدا الكتب اللي موجودة عند شركة في ام وير ومنزلة بعض الفيديوهات البسيطة كده عندنا. لكن لو عاوز بعض الحاجات الاذر سايتس، في بعض البلوجز المشهورة جدا اللي متخصصة في مجال الفيديو اي تحديدا، اشهرها وعن نفسي ريكومندد اول موقع ده اللي هو ماي فيرتشوال كلاود. ده شخص متخصص في كتابة المقالات الخاصة بالفيديو اي الخاصة بشركة في ام وير تحديدا. هو شغال في شركة في ام وير ومتخصص في موضوع الفيديو اي، وبينزل مقالات قوية جدا وغاية في الروعة وتكنيكالي عالية جدا جدا، ويشرح فيها الكونسبت والمبادئ الخاصة بالفيم وير. يمكن المقالات بتاعته عالية شوية، يعني انت مش هتقدر تفهمها او تستوعبها الا لما تذاكر الكورس بتاعنا الاول، وبعدين تقدر تشوف الموقع ده لانه بيتكلم كتكنيكال عالي جدا وعمليات الديزاين الخاصة بالفيديو اي، وازاي تقدر تعمل امبلمنتيشنز للديزاين لنتورك ضخمة وتحسيبها ازاي وهكذا. هو مش بيتكلم ازاي تعمل انستليشن للكونكشن سيرفر ولا السيرفرات بتاعتي ولا الكلام ده، لكن هو بيتكلم على توبكس عالية جدا. على سبيل المثال الماشين بتاعت مثلا بتستخدم ريسورس قد ايه، الماشين بتستخدم كام اي او، ايه ريكومنديشن في توزيع الهاردات على السيرفرات وهكذا. بالاضافة بيقدم لك اخبار كتيرة جدا خاصة باي ايفنت او خاصة باي حدث جديد خاص بتكنولوجيا الفيديو اي الخاصة بشركة في ام وير تحديدا. نفس الموضوع في سايت تاني اللي هو ذاتس ماي فيو، ده متخصص برضك في موضوع الفي ام وير فيو. في موقعين تاني برضه بيتكلموا لحد ما على موضوع الفي ام وير فيو والفي ام وير في صفة عامة. ديت يا جماعة اللي بنوضح فيها السيطات أشهر سيطات خاصة بالفي ام وير فيو والامتحانات اللي عاوز يمتحن عندنا. الجزء التاني عندنا طبعا احنا دلوقتي ده آخر درس عندنا في كورس الفي ام وير فيو 5.1، لكن أنا في نيتي إن في بعض الكورسات هتبقى ادفانسد توبك شويه ما حطيتهاش في الكورس لانها مش اساسيه في الكورس، لكنها للناس الادفانسد والناس اللي هتبقى طبقت الكلام ده هيحتاجوا الادفانسد توبك دي. من خلال خبرتهم قرار الواقع هنحتاج نتكلم في المواضيع دي، لكن لما الناس تقدر تستوعب الاول الكورس كويس جدا وتطبقه عندها هيحتاجهم يتعلموا شويه حاجات او شويه مواضيع. على سبيل المثال ان هنتكلم في ادفانسد توبك خاصه بالفي ام وير فيو زي ايه؟ زي التعامل مع البرسيستنت ديسك. البرسيستنت ديسك احنا عرفنا ان هو عباره عن الديسك اللي هو بيحتوي على الفايلات الخاصه باليوزر. من خلال البرسيستنت ديسك ده في التعامل كتير جدا عندنا، ازاي تقدر تمسح ماشين وتسيب البرسيستنت ديسك، ازاي بدلت البرسيستنت ديسك تقدر تكريت فيرتشوال ماشين جديده، ازاي اخد اعمل اتاتش البرسيستنت ديسك خاص باليوزر واضيفه عند يوزر تاني، وغيرها من الاوبشن كتير جدا. البرسيستنت ديسك حاجه في غايه الاهميه عندي. هنتكلم بعد كده على موضوع ظريف شويه، حاجه اسمها بالكستمايز ويندوز واللينكس او اس. احنا شفنا في جزء لما كنا بنعمل لينك كلون قلنا او الفول كلون قلنا عشان نقدر نوفر الريسورس الخاصه بالسيرفر، شفنا كده ارتكلز بتقول لنا ايه السيرفيس وايه الاوبشنز اللي اقدر اروح اشيلها من جوه الويندوز بتاعي قبل ما اعمل لها نعمل نسخه تمبلت من النسخه ديت واعمل لها كوبي وهكذا عشان اعمل منها الفيرتشوال ماشين داخل البولز بتاعتي. احنا في الجزء الخاص بالكستمايزيشن نستخدم برامج تقدر تعدل في نسخة الويندوز الأصلية، مش بس تروح تشيل شوية سيرفيس وبرامج، لا ده هي من الأصل نفسها تاخد نسخة من جوه السي دي وتعدل فيها قبل ما تعمل عملية سيت اب وتضيف اللوجو بتاعك وتضيف اوبشن كتير جدا جوه نسخة الويندوز دي وتضيف لها درايفرات وغيرها عندك. نفس الموضوع ان احنا ممكن نعمل نسخة او اس، او اس هنا اقصد بيها خاصة باللينكس. نسخة اللينكس دي هستخدمها طبعا، احنا الفي دي اي ما بيستخدمش لينكس عشان يعمله لليوزر، لكن انا هعمل نظام لينكس خاص باليوزر اعمل انستليشن ليه على الفيزيكال ماشين. يعني اليوزر ده هيستخدم فيزيكال ماشين عليها لينكس مينيمم لينكس كده، مش هيبقى فيه مجرد اي اوبشن يقدر اليوزر يعمله اكتر من هو بيدي باور. اللينكس ده هيفتح ويساله على اليوزر نيم والباسورد بتاع الماشين بتاعته جوه الفي دي اي بتاعته. ده نتكلم فيها عندنا ان شاء الله الموضوعين دولت في غايه الاهميه، ويكون فيهم درس طويل وظريف جدا وهيفيد كل الناس. هيبقى في درس خاص بالكوماند لاين الخاص بالفي دي ام، هنتعرف من خلاله ايه التكنولوجيا الخاصه بالكوماند لاين
اللي ممكن استفاد بيها في تكنولوجيا الفي دي اي عندنا. هيبقى في كورس يا جماعه كامل خاص بالفي ام وير زين اب. طبعا زين اب ده برنامج كبير، وهنتعرف من خلاله ازاي نقدر نعمل نسطبه، ازاي نقدر نعمل بورتابل ابلكيشن ونعملها كاستمايزيشن ونطلعها بكذا فورمات، الاكس اي والام اس اي والدات فايل وغيرها، وازاي نقدر نعمل لها انتجريشن. احنا طبعا شفنا ازاي نقدر نعمل لها عمليه انتجريشن، هنشوف هنعمل انتجريشن من نوع ستريمنج ومن نوع فول. عندي في منتج جديد لسه ظاهر من ايام، اللي هو اسمه في ام وير فيو هورايزون ابلكيشن مانجر. ده برنامج كده بيقدر ياخد الابلكيشن البورتابل بتاع اللي انا عملتها بالزين اب ويرفعها على ويب سايت، والويب سايت ده اليوزر يقدر ياكسسه، ومن خلال السايت ده يقدر ياكسس الفايلات اللي هي البرامج بتاعتنا ويشغلها سواء لايف او يعمل لها داونلود عنده على السيرفر ويشغلها بورتابل عندنا. البرنامج ده في غايه الروعه والجمال، لسه نازل قريب جدا، لكن هو طبعا صعب في الكونفيجريشن بتاعته بعض الشيء، لكنه برنامج هيكون له شهره ومستقبل كبير جدا عندنا. فان شاء الله هيكون ليه كورس خاص بيه مع الزين اب عندنا. طبعا كل الكورسات دي بالاضافه للكورسات الاساسيه اللي هي الكور اللي هي الخاصه بشركه في ام وير، اللي هي الفي في سفير والفي سنتر. طبعا دولت الاساس بتاعنا، لازم كل الناس تقدر تذاكرهم الاول قبل ما يشتغلوا على الفيو الفي ام وير فيو. الكورس ده طبعا الفي سي بي وغيرها من الكورسات الادفانس الخاصه بشركه في ام وير. كل الكورسات الموجوده عندنا والكورسات اللي هننزلها هنشوفها ان شاء الله في الموقع اللي هو vmware.vmman.me. الموقع ده يا جماعه اللي هيحتوي على الكورسات اللي نزلت اوريدي الخاصه بشركه في ام وير، سواء في سي بي او في ام وير فيو، بالاضافه للكورسات اللي هننزلها في المستقبل، بالاضافه لقسم خاص بالاخبار الفي ام وير والفيرشواليزيشنز، وجزء خاص بالانسر. يعني في اي حد عنده اسئله في اللي هو answers.vmman.me، ده خاص باي اسئله، اي مشاكل بتقابل الناس الشغاله في مجال الفيرشواليزيشن ممكن يطرحوها في الجزء ده عشان نقدر نجاوب عليها ونحلها لهم، بالاضافه الناس تقدر تستفاد من المشاكل اللي بتظهر مع زمايلهم عندنا. والجزء الخاص بالبلوجز الخاص بكل النيوز الخاصه بالفيرشواليزيشن تكنولوجي بجمعها من اكتر من سايت خاص بالفيرشواليزيشن وبحطها في مكان واحد عشان الكل يستفاد عندنا، بالاضافه لبعض المقالات والاخبار الخاصه بالفيرشواليزيشن تكنولوجي والمبادئ بتاعتها والفيرشواليزيشن الخاص بشركه فيم وير وشركه سيتريكس عندنا. كل الكلام ده تابعوه باستمرار على موقع vmman.com. طبعا سعدت جدا ان انا شرحت لكم كورس الفيم وير فيو، واتمنى ان الكل يكون استفاد من الكورس ده، واعذروني ان كنت اخطات في معلومه او ما قدرتش اوصل لكم معلومه معينه، فده يكون غصب عني، ومش محتاج منكم اكتر من ان انتم تدعوا لي وتنشروا الفيديوهات ديت في كل السيطات وتنشروها بين اصدقائكم عشان الفايده تعم على الجميع عندنا. كان معاكم خلال الكورس ده مهندس خالد الدسوقي، متشكر جدا لحسن سماعكم، ونلقاكم في كورس قادم ان شاء الله.